متابعي قناة تونسنا، مساء الخير، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. ونستهل نشرتنا بالشأن الوطني، حيث أقر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر بأن الحوار الوطني دخل في متاهات، قائلا أننا أصبحنا نخشى الإعلان عن فشل هذا الحوار. وأضاف منصر: كنا نطمح حقا أن يمضي الحوار الوطني في اتجاه اعتبارات أخرى عوض أن يكون مجرد كاستينج للمرشحين لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة وفق تعبيره. وأكد الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي لم يلتقي بعبد الكريم الزبيدي خلال نهاية الأسبوع بمدينة سوسة كما روجت له إحدى وسائل الإعلام، موضحا أن رئيس الجمهورية لا يرشح أي شخصية لرئاسة الحكومة. هذا وقد نفى الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المولجي الجندوبي مساء الاثنين وجود توافق حول اسم رئيس الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن الرباعي سيرتب لقاء مع رئيس المجلس التأسيسي لبحث المسائل المتعلقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي وأجال إنجاز الدستور. قال القيادي بحركة النهضة المستقيل رياض الشعيبي أنه من المنتظر أن تشهد حركة النهضة استقالات أخرى بعد استقالته من الحركة بسبب الاختيارات السياسية للنهضة. وأوضح الشعيبي في حوار إذاعي الثلاثاء أن الاختلاف حول الخيارات السياسية أصبح واضحا داخل الحركة، وأن العديد من أبنائها أصبحت خيارات قادتها لا تعبر عنها، مشيرا إلى إمكانية أن يلتجئوا إلى التعبير عن الاختلاف بوسائل أخرى. خفضت وكالة التصنيف المالي موديز من جديد تصنيف الدين السيادي لتونس بدرجة B3 مع آفاق سلبية، وأرجعت الوكالة هذا التخفيض إلى حالة عدم اليقين السياسي وحالة الاستقطاب الثنائي المتنامي الذي يسود البلاد منذ ثورة جانفي 2011. وفي هذا السياق أكد الخبير المختص في إدارة المخاطر والأزمات المالية مراد الحطاب أنه ما زالت ثلاث درجات لوصول تونس إلى مرحلة عدم الإيفاء التام بالالتزامات. وبيّن الحطاب أن التخفيض الجديد لتصنيف الدين السيادي لتونس له تأثيرات سلبية على قيمة الدينار وعلى الاستثمارات الخارجية. نشرت جريدة آخر خبر في عددها الصادر الثلاثاء معلومات عن مخططات زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور سيف الله بن حسين الملقب بأبي عياض لتنفيذ عمليات إرهابية في منتصف شهر ديسمبر القادم إلى غاية رأس السنة الميلادية في تونس. وذكرت الصحيفة أن 600 عنصر سلفي تابعين لأنصار الشريعة كانوا يقاتلون بما يعرف بجبهة النصرة في سوريا، تمكنوا مؤخرا من التسلل إلى التراب التونسي من ليبيا عبر بجردان لتعزيز كتيبة عقبة بن نافع بأمر من أبي عياض لدعم الإرهابيين بجبل شعام ببلقصرين وجندوبة والكف. كما أشار التقرير إلى أن أبا عياض خطط لاستهداف إحدى الشخصيات السياسية الهامة بالاغتيال من خلال تفجير سيارته بواسطة قذيفة تحتوي على كاتم للصوت بسيارته. صرحت وزيرة المرأة سهام بادي بعدم ورود أي حالة جهاد نكاح على الوزارة، محملة وزارة التكوين المهني والتشغيل مسؤولية متابعة ومراقبة مكاتب التوظيف المتحيلة والمتورطة في استدراج فتيات لشبكات الدعارة. وأوضحت بادي أن ظاهرة التغرير بالفتيات ظاهرة اجتماعية موجودة في كل الدول وشبكات التوظيف لغاية الدعارة. كما أعلنت وزيرة المرأة عن إحداث لجنة خبراء من مختصين في القانون وعلم الاجتماع لمراجعة وإعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بحقوق المرأة وإعادة هيكلة الإدارات المهتمة بالطفولة في تونس. أفاد وزير التجهيز والبيئة محمد سلمان خلال تنفيذ حملة نظافة لإزالة المصبات العشوائية لفضلات الهدم والبناء بالمروج الخامس أن الوزارة ضبطت صفقة مع وكالة حماية المحيط قيمتها 2.3 مليون دينار لرفع 320 متر مكعب من نفايات البناء في 12 ولاية في كامل تراب الجمهورية.
اتفاق مظاهرة النفايات والمصبات العشوائية لفضلات الهدم والبناء جعلت وزير التجهيز والبيئة محمد سلمان يضبط صفقة بالتعاون مع وكالة حماية المحيط قيمتها 2.3 مليون دينار لرفع 320 مترا مكعبا من نفايات البناء في 12 ولاية في كامل تراب الجمهورية بدءا بولاية تونس الكبرى. في إطار صفقة تم ضبطها في وكالة المحيط حماية المحيط، الصفقة تقريبا أكثر من 2 مليون دينار، تهتم تخص جميع ولايات الجمهورية، ودفعة أولى هي فيها 12 ولاية منهم ولاية تونس الكبرى وعديد من الولايات الأخرى. تنسيق مع البلديات باش نعملوا دعوة للمواطنين اللي عندهم الأراضي بيضاء باش يسيجوها، ومش نحرصوا باش يتم التسييج متاعها، وإذا كان المواطن ما يسيجش البلدية تسيج له على حسابه هو. وفي السياق ذاته اعتبر مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط قيس بلوزة أن من يلقي بالفضلات في الأماكن غير المخصصة لجمع النفايات جريمة بيئية تطبق عليه الإجراءات القانونية المتمثلة في خطايا مالية تتراوح قيمتها بين 100 دينار وتصل إلى حدود 50,000 دينار. الإجراءات القانونية تتمثل في خطايا مالية تتراوح بين 100 دينار و 50,000 دينار حسب درجة خطورة المخالفة. وفي الصورة السلطة التقديرية ترجع للإدارة في تكييف هل جرم البيئي هذايا. تندرج حملة النظافة لإزالة المصبات العشوائية لفضلات الهدم والبناء في إطار مجهود وزارة التجهيز والبيئة الرامي للقضاء على النقاط السوداء ورفع الفضلات والقضاء على المصبات العشوائية. أكدت عضوة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري رشيد النيفر في تصريح لجريدة لابخاس الثلاثاء أن الهيئة تعتزم تقديم شكوى لدى المحكمة الإدارية ضد الحكومة الحالية على خلفية ملف التعيينات على رأس إدارة المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية العمومية. وأوضحت النيفر أن الهيئة سترفع قضية يوم 4 ديسمبر في حال تجاهل الحكومة لرسالتها. نظم عدد من المحامين ومكونات المجتمع المدني الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالقيروان المدينة للمطالبة بإحداث محكمة استئناف بالجهة وللمطالبة أيضا بالتنمية بولاية القيروان. وأفاد الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين في سوسة الفالح الشابي في تصريح إذاعي أن الهدف من هذه الوقفة إلى جانب المطالبة بمحكمة استئناف هو كذلك دعوة لتحريك قدرات التنمية بالجهة، مبينا أنهم سابقا لم يطالبوا الحكومة الراهنة بأي طلبات لأن الوضع السياسي غير مستقر، مستدركا بالإشارة إلى أحداثها لعدة مشاريع في باقي الجهات، لذلك فهم يطالبون الآن بالتنمية في القيروان أيضا. وحول مصير المقر المركزي للتجمع المنحل، أفاد رئيس لجنة تصفية أملاك التجمع المنحل مجاهد الفريدي الثلاثاء أنه توجد فرضيتين تهم مصير المقر، وتتمثل الأولى في إمكانية التفويت فيه لوزارة العدل التي تقدمت بطلب للوزارة الأولى ولجنة تصفية أملاك التجمع لتخصيصه كمقر للمحكمة الابتدائية على خلفية وجود أسباب أمنية وتهم سلامة المبنى تستوجب تغيير مقر المحكمة الحالية الكائن بشارع باب بنات. أما الفرضية الثانية فتتمثل في التفويت في هذا المبنى لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتبار أن هذا الأخير دائن للتجمع المنحل بمبلغ يفوق 80 مليون دينار. كما أفاد رئيس لجنة تصفية أملاك التجمع المنحل أن اتصالات تونس قد عبرت عن رغبتها في اقتناء هذا المبنى إلا أنها لم تتقدم بأي عرض مالي محدد، مشيرا إلى أن خبيرا تابعا لوزارة أملاك الدولة قدر قيمة المقر المركزي للتجمع ب 150 مليار دينار. وأوضح الفريدي أن لجنة قد تم أحداثها بين رئاسة الحكومة ولجنة تصفية أملاك حزب التجمع المنحل ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للنظر في التوظيف الأمثل لهذا المبنى بما فيه التفويت فيه لفائدة العموم عن طريق المزاد العلني. إلى أخبار العالم، ونبدأها من ليبيا. دعا المجلس المحلي لمدينة بنغازي الليبية إلى العصيان المدني على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقال المجلس في بيان تلاه رئيسه ليلة الاثنين الثلاثاء إن المجلس المحلي في بنغازي يدعو إلى العصيان المدني في المدينة بدءا من صباح الثلاثاء، مضيفا أنهم يعلنون الحداد لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا أحداث
في بنغازي، وكانت الحكومة الليبية قد طالبت أهالي بنغازي بالتزام الهدوء حتى ضبط الوضع الأمني، مؤكدة أن ما حدث في المدينة من اشتباكات يعكس ضرورة إخراج المجموعات المسلحة منها وتسليم دفة الأمن للحكومة. في الملف السوري، أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربة الثلاثاء أن الائتلاف يرفض حضور الرئيس السوري بشار الأسد المؤتمر الدولي الخاص بسوريا جنيف الثاني، وطالب بخروج الحرس الثوري الإيراني وحزب الله من الأراضي السورية. وعقب مباحثته مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، طالب الجربة الحكومة السورية بالإفراج عن المعتقلين من السيدات والأطفال، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحذير للمؤتمر عبر فتح ممرات آمنة لتأمين وصول الإغاثة إلى كل المناطق السورية، وقال إنه لا يوجد حديث عن وقف إطلاق النار قبل عقد المؤتمر. من جهته، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الثلاثاء أن مؤتمر السلام بشأن سوريا الذي حددت الأمم المتحدة موعده في 22 من جانفي القادم في جنيف سيعقد بين المعارضة المعتدلة وممثل النظام بدون الرئيس بشار الأسد، قائلا إن الهدف من المؤتمر هو عدم إجراء مباحثات عابرة بشأن سوريا، وإنما موافقة متبادلة بين ممثل النظام بدون بشار والمعارضة المعتدلة للوصول إلى تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات. وأضاف فابيوس أنه أمر صعب جدا، لكنه الحل الوحيد الذي يؤدي إلى استبعاد بشار الأسد والإرهابيين، مشددا أن الأمريكيين الآن يدعمون هذا الموقف. دعا وزير الخارجية البريطانية ويليام هيغ إسرائيل إلى تجنب كل ما من شأنه أن يقوض الاتفاق النووي المؤقت بين إيران والقوى العالمية، موضحا أنه يجب منع أي أحد في العالم بما في ذلك تل أبيب عن اتخاذ أي خطوات تقوضه. وجاءت تصريحات هيغ بعد تنديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالاتفاق الأحد وصفا إياه بالخطأ التاريخي، فيما رحب حزب الله اللبناني الاثنين في بيان له بالاتفاق، واعتبر أنه انتصار نموذجي وإنجاز عالمي نوعي تضيفه الجمهورية الإسلامية إلى سجلها المشرق بالانتصارات والإنجازات حسب نص البيان، مضيفا أنه انتصار يشكل قدوة لباقي الدول والحكومات والشعوب التي تنشد العزة والاستقلال دون أن ترضخ للإملاءات الخارجية أو تستسلم أمام التهديدات والإغراءات. هذا وقد بدأ سلاح الجو الإسرائيلي مناورات جوية ضخمة في صحراء النقب شاركت فيها اليونان وإيطاليا والولايات المتحدة، ونفى السفير الأمريكي في إسرائيل دان شابيرو أي علاقة بين المناورات الإسرائيلية والاتفاق النووي مع إيران. في اليمن، قتل خبير عسكري روسي وأصيب آخر بجروح الثلاثاء عندما أطلق مسلحان مجهولان النار عليهما في جنوب العاصمة اليمنية صنعاء. وأفاد مصدر في الشرطة اليمنية أن مسلحين كان على متن دراجة نارية قتلوا بالرصاص اثنين من المستشارين العسكريين الروس في صنعاء. وذكر مصدر أمني يمني أن المستشارين الروسيين اللذان يعملان لدى الجيش اليمني قتلا بينما كان يغادران فندقهما الواقع في شارع بجنوب صنعاء، في حين لم ترد تفاصيل أكثر عن الهجوم ولا دوافعه، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. ويشار إلى أن عمليات الاغتيال لمسؤولين أمنيين يمنيين تزايدت مؤخرا فيما توجهت السلطات اليمنية بأصابع الاتهام لتنظيم القاعدة. شهدت شوارع العاصمة الأوكرانية كييف اشتباكات عنيفة بين المحتجين الموالين لأوروبا وقوات الأمن الأوكرانية التي استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وأكد المواطنون الأوكرانيون الذين فاجأوا الحكومة بنزولهم إلى الشوارع تنديدا بتخلي أوكرانيا عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أكدوا مواصلة التظاهر حتى الاستجابة لمطالبهم، في حين دعا الرئيس الأوكراني إلى ضرورة عودة الهدوء
الهدوء والسلام قائلا أن لا أحد يمكن له أن يسرق منا حلم أوكرانيا الأوروبية ولا أحد يمكن له أن يبعدنا عن هذه الطريقة التي تحقق لنا هذا الحلم. من جهته عبر الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله من تراجع أوكرانيا منتقدا روسيا في الوقت نفسه التي أكد أنها مارست ضغوطا على كييف لرفض الاتفاق التجاري. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة وبقية سهرة طيبة على قناة تونسنا.